السلام عليكم، صحة صيامكم، صحة رمضانكم. وراكم حبابنا نطلعوا نبتي لايف تاع السهرة. وراكم ميزامي ميزامي دي ناسيوناليست، وراكم لي زيدونتيتير، يا لي زيدونتيتير تاعنا. وراكم نطلعوا موضوع اليوم، سي جواب المرأة هاجمتنا اليوم، قالت لك كنت تسبوا فينا وتسبوا في الكابيل وكذا، دائما دخلوا في نفس المشاكل. لعب الضحية، لما نسبوا لا كابيل لا أعرب لا شاوي، نسبوا اللي غلط. اللي غلط ما غلطوا معاه، حتى غلطش مع البلاد ما غلطوش معاك. هذا ما كان، طلطوناش مع البلاد. يا البنات، يا بناتنا، يا أخواتنا، ما تغلطوناش مع البلاد. ما تكونوش انتم انتنا يعني المفتاح هذاك اللي دمرنا. فوالا هذا ما كان. وراكم زيدوا طلعوا شويه خاوتي، طلعوا طلعوا، ديروا ترا بارطاج، بارطاجيو لنا شويه لي لايف خاوتنا، ديروا لنا شويه دي بارطاج. جامي دومونديت البارطاج، مي دوك اليوم نقول لكم بارطاجو بارطاجو كيما يقولوا كاع. بارطاجيونا اللايف لايف دوكم باش يطلعوا شويه الغاشي ونبداو على بركه الله. يا منين نقصوا الناس، نستنى باش يطلعوا امين نقصوا. اطلعوا احبابنا باش نديماريو، اطلعوا باش نطلعوا، نجاوبوا لهذوك الناس اللي هاجموني، هاجموني وهاجموا اصدقائي في الجروب. هاجموني انا شخصيا، انا شخصيا قال لك قبايلي يسب قبايل، انا ما شفتش انا وين سبيت القبايل. كي ندير تصويره، كي ندير تصويره تاع قبايليات معك حالش، نقول قبايليات ولا كيفاش نسموهم، نسموهم هنديات بلا روب كابيل، هذوك كيفاش نسميهم انا باش يعني ما اثرش، باش ما تتهمونيش تقولوا لي يهاجم القبايليات. لا بروشين فوا نحطهم نقول شوفوا الهنديات ولا واش نقول. قبائلية نقول قبائلية، وهرانية نقول وهرانية، سطايفية نقول سطايفية. هذه هي، كل واحد ناديه باسمه ولا بالولاية تاعو ولا باسمه. هذه هي، ما هي لا عنصرية لا هجوم على منطقة من غير أخرى. أنا نهضر على كل مناطق الوطن. ما يعني شوف، هذه العبسات تاع النسويات وكلش ما تحشوها لناش، ما تسبغلوناش يا نسويات، امبوسيبل. دوك جيت لعبين بلي سونتيمون ويس بالقبائل وكذا. اما انتي اللي هضرتي وقلتي ويس بالقبائل، سي توا كو جو فيز، انتي بالذات الموضوع تاعي، انتي بالذات مادام حسيتي روحك مستهدفه بالهضره تاعي، توشاتك الهضره تاعي، اي راني معاك، راني معاك انتي من غير القبائليات الاخرين. لا، القبائليات الاخرين شالفات فوق العين والراس، والعربيات شالفات فوق العين والراس، كل شريف وشريفه في بلادنا فوق العين والراس. حنا ما عندناش عنصرية، حنا فيف الجيري، فيف كاع لي الجيريان، فيف كاع لي الجيريان. ما عندنا مشكل مع النساء، ما عندنا مشكل مع الرجال، ما عندنا مشكل مع القبائل ولا مع الشاوية ولا مع العرب. وكتاش تفهموا هذه، نهار تفهموا الهدف تاع المجموعة داك نهار جو كروا كو تطلعوا شويه في الدرجه، تفهموا بلي مجموعتنا قلناها وعاودناها ونعاودوها الشك فوا بلي الجروب تاعنا قوميين جزائريين، فينا دي كابيل، فينا دي زراب، فينا دي شاوي، اون لو بريزون توت لالجيري. فوالا، ولي كابيل اللي راهم معانا نساء ورجال يسون داكور افيك نو. ونتيا الفيمينيست، نتيا ماشي ماكش ممثلة لاكابيلي وحدك، وواحد ما يمثل هذا البلد وحده، هذه بلادنا كاع. واحد ما يقول لك انا نمثل وهرن ولا نمثل قسنطينه ولا نمثل لاكابيلي ولا ما تهضرش على لافيل تاعي، نهضروا كيما نحبوا. وكل واحد عنده حريه التعبير، ياك كلكم تحبوا حريه التعبير، حريه الانتقاد، ما لا هذه هي حريه التعبير. كلكم تقولوا، كل واحد حر، كل واحد حر في حياته. شكون هاد الهضره الفيمينيست اللي خرجوها؟ نهضروا مع مرا نقولي لها واش راك ديري كذا كذا كذا، تقول لك لا لا ما تدخلش روح، كل واحد حر. اما لا، حنا ثاني كل واحد حر، حنا ثاني عندنا الحريه ننتقدوا. مادام انت بهدلتينا مع الافارقه عشان عم تربي، بهدلتينا معاهم،
يبقى احنا ثاني ننتقدوك، انت ما خممتيش علينا، ما خممتيش باللي راكي بهدلتي بلاد كامله ان طونك كابيل تمثلي يما، ولا ان طونك الجيريان، باش ما ندوروش كابيل كابيل، ان طونك الجيريان، ان طونك الجيريان فاسون جينيرال، ان طونك جزائريه غلطتي وسختي، راكي تمثلي يما، وسختي الاسم تاع يما، وسختي الاسم تاع اختي، لبقيتي شريفه، والله نعزوك ونقدروك ونحترموك ونحطوك فوق العين والراس مهما تكون جهتك، ما في با لا ديفيرونس. اذا انت حبيتي توسخي روحك وتوسخينا امام الجناس، بقى احنا ما نحترموكش وننتقدوك ونزيدو ننتقدوك وكل يوم ننتقدو وما نحبسوش، ما نحبسوش، والله ما تستفزونا، والله واحد ما يقدر يستفزنا، صافا نهضروا ونعبروا مادام نشوفوا انا لي فيديو مثلا، نرفدون فيديو ولا دي فوتو نبوستيوهم، هل انا اللي صورت هذيك الطفله مع الكحلوش، انا صورتها ولا انا قلت لها صوري معاه؟ انا ما قلت لهاش صوري معاه، ما صورتهاش. اذا بوستينا وحده تشطح في باري، دير لا دونس تراديسيونيل في وسط باري، هل انا درت لها الفيديو ولا انا قلت لها شطحي في باري وخدعتها صورتها؟ لا، لا فولونتي تاعها هي شطحت في باري في الزنقه وبوستات هذاك في التيك توك، وحنا رفدنا وبوستيناها، هي اللي كشفت روحها ماشي حنا اللي كشفناها، هكا باش تتربى، باش تتربى. حبيتي تشطحي اشطحي في العرس، اشطحي في داركم، ما تشطحيليش في ليلو، ما تشطحيش في ليلو، واللي يمثل الثقافه الجزائريه ما تمثلي والو، ما تمثلي حتى حاجه، اللي حبي يمثل الثقافه الجزائريه مثلها امور مليحه، اكتبوا لنا كتاب، خرجونا فلاسفه كتاب ودابا هذه وي تمثلوا الثقافه الجزائريه واستعرفوا بكم، اما الشطيح ما يمثلش الثقافه الجزائريه، الشطيح هذا في العرس في لفات، هذا ما كان اللي حبي يشطح يسكت كون لافات يشطح، احنا ما نعسوش الناس في لفات، ما ناش نتبعوا الناس في لفات بالكاميرا ونصوروهم شكون يشطح وعلاه يشطح، لا دي حفله، اشطحوا بصحتكم حفله اميزيفو، ما ندخلوش حنا في الحفلات. اذا خرجتي انت بيرسوناليتي بوبليك بوستيتي دي فيديو ولا دي فوتو بوبليك للعام شافوها كل الناس، اذا لافوتو تاعك انت ماشي لافوتو تاعنا حنا، ماشي حنا كشفناك، انت كشفتي روحك، تهمينا باللي انا حنا كشفناك، كي تكوني انت في غرفتك في شومبرتك ونجيوك من الطاقه نصوروك من الطاقه ونبوستيوها، هنا وي حنا كشفناك، هنا سرخنا لافوتو تاعك وكشفناها، مي ما نديروش كيما هاك حنايا، حنا نلفلو الشي اللي راهو ديجا في التيك توك وفي الفيسبوك ونشرو ونصحو بنات بلادنا وكلهم بنات بلادنا، وكل وحدة دخل لي أجنبي نهاجمها، يا تكون قبايلية وعربية ولا شوية ما يهمنيش، اللي دخل لي أجنبي وتمكنوا في هاد البلاد نهاجموها، هذه هي حنا ضد زواج المختلط، باش تفهموا مليح ضد زواج المختلط، لأنكم يا هادو هذا النوع تاع النساء، ما نهضرش على النساء الجزائريات بصفة عامة، حاشا خواتاتنا اللي راهم معانا، اللي راهم وطنيات وقوميات معانا، دو توت لي ريجون دالجيري، لازم نحترموهم، أما هادو اللي يمكنوا الأجنبي في بلادنا، حلولوا الباب، يزوجوه، يزيدوا دعموه، يزيدوا حلولوا شركة، باش يستعبد الجزائريين ويحقر الجزائريين، والله نجموك، والله نجموك. مادام ما احترمتيش الجزائريين، او 45 مليون ما لقيتيش راجل، 45 مليون من الشرق للغرب من الشمال للجنوب كاع ما لقيتيش راجل، حتى تجيبوا لنا ما على باليش لاجئ ولا طلاب جو سي با دافريك ولا دوريون من افريقيا ولا من المشرق، كاش كاع الجيل في الجيري، ترميتي كاع لي زالجيريان باش تجيبي لنا اجنبي وزيدي ترجعي شيكول، كاين اللي تجيب اجنبي وتحلو شركه ودير لونسيج، دير كلي دي بونكير دير له شركه ولا تتخرج لونسيج باسمها ترجعو معلم وتزيد تجي لينا تقول لك شوف الاجانب نجحوا يخدموا الجزائريين ما يخدموش، ما تكذبوش علينا، كنت درتي كيما هاك الجزائري اللي كان خدم هو ثاني، كنت زوجتي جزائري حليتي له شركه باه ينجح هو ثاني، نا الجزائري تحقريه تحقريه، لازم لازم ما على باليش وشنو لي كونديسيون، ألف مليون كونديسيون باش تقبلي بيه، الأجنبي يجيك يجيك حافي، يجيك حفيان صباط ما عندوش، يا رب العالي صباط ما عندوش، انت
تشري له الصباط وتلبسيه وتوكليه وتشربيه وتحلبيه وتمكنيه وترجعيه معلم وحقار جزائريين ويستعبد في خاوتنا. والله ماني قابل وما راحينش نسكتوا. ما تجيبوا لنا استعمار، ما تجيبوا لنا استعمار. حضرتوا انتم في وقت استعمار وشنو وش عديروا؟ يو هذاك اليوتنو شحال شباب، يو هذاك الكابيتان شحال شباب، شوف 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 هذاك السرجان طويل. كان كنتم انتم في وقت استعمار لو كما خرج فرنسا والله ما راح تخرج. قال لي فرنسي نهار الاستقلال 62 باش يخرجوا لي فرنسي، ما يخرجوش. يقول لك سمح لي عندي ولادي، انا عندي مرا ولاد كاع الجنود، من الجندي للجنرال تلقاهم كاع مزوجين وعندهم ولاد. تخرجوهم يقول لك ما نخرجوش، حنا مزوجين، حنا تا ولاد البلاد. ايه مزيه ما كنتوش في هذاك الوقت، مزيه في هذاك الوقت كانوا نساء شريفات حاضرونا البلاد، ما تزوجوا مع القوار، ما خلعهم قولي، ما خلعهم حتى واحد. انتم اللي يجي يخلعكم، اللي يجي يخلعكم، فهمت انا واش يخلعكم؟ الافريقي يخلعكم، المشرقي يخلعكم، الهندي يخلعكم، الباكستاني يخلعكم، اي واحد يجي يخلعكم، اي حفيان اي عريان يجي تمكنوه وتقيموه وتطلعوه للسماء وتزيدوا تخرجونا في لي باج تاعكم تسبوا الجزائري. راني نهضر على فئة معينة برك اخواتاتي، مانيش نهضر على الجزائرية عامه. انا ما نعممش، جامي نعمم، ما نعممش على الجزائرية عامه، نهضر على واحد الفئة فقط، هذيك الفئة اللي تبهدلنا اللي حبت تستبدل شعبنا. بور فو لي كابيل، اللي يقول لك تهاجم لي كابيل، انا نخاف على كابيلي كيما نخاف على وهران، كيما نخاف على تلمسان، على بليده، على الجي، على عنابه، على قسنطينه، كل شيء من هذه البلاد نخاف عليه، كل متر كل سنتيمتر متزاير نخاف عليه. نحن وطنيين جزائريين، سوف يدير كل سنتيمتر اللي يكون فيه دونجي نخافوا عليه. دونك فلا كابيلي مثلا قولوها يسب القبيليات، جيبي لي تمكلي الافريقي يفرق معايا يقسم معايا الزيتون، واش عندنا في لاكابيلي؟ عندنا الزيتون، دوك الافريقي يدخلنا حتى في الزيتون يتخاصموا معانا كي يتزوج، يدي حقه في الورث، مرتو تدي حقها في الورث، دوك هذاك الافريقي يولي يكسب الزيتون، يولي يدي حقه في الدار. خويا اقما عزيز يولي حقيسك وخاميك، لكن يتفض الميترا يا نفرق يا نفرق، عجبك سيئة راح يتخاصم معاك الدار ويتخاصم معاك الزيتون تاعك اللي خلاو جدود جدود الجدود اللي خلاو هذاك الزيتون وتعبوا عليه خدموا عليه باش ورثوها لنا، ورثوه لنا لينا حنا، تعبوا عليه. ويجي واحد من افريقيا يدي حقه هكا كي شيكور، ما تعب عليه ما والو. لا لا حبيت تزوجي بافريقي روحي روحي لافريقيا، روحي لمالي سكني في مالي. حبي الافريقي تاعك روح يسكني معاه في مالي، يسكني معاه في النيجر، شيش شيش راح يمال بلادو، نستعرف بيك تمستعرف بيك، روحي لبلادو نساونا ونسينا وننساوك، ما تخرجيناش برك في لي فيديو يوميات فلانة في مالي او في باماكو او في واغادوغو، عاد ما ننتقدوك. راح تعيشي حياتك مع المالي تاعك ولا مع النيجيري تاعك ولا الكاميروني، عيشي في بلادو، ياك العادات تاوعنا كيما هاك، المرة تروح لبلاد الراجل، لكن المرأة اللي تروح عروسها ولا دوكا تبدل الوقت، الراجل اللي يجيبوه بالطانوبيل دوكا حطوا له فوال، دوكا الراجل يحطوا له فوال يجيبوه بالطانوبيل لدار المرأة. يعني ماهيش تقاليدنا، تقاليدنا ان المرأة كي تزوج هي اللي تروح لدار راجلها. زوجتي بكاميروني معليش روح الكاميرون تعيشي تماك، حنا ما نتقبلوش، ما تجيبوه لناش، ما يقسمش معانا الدار لا الزيتون لا والو. دوك ننتقدو ونزيدو ننتقدو، اللي ما عجبوش الحال يدز معاهم، هذه هي. اخويا ميلو عبدو استنى باقي نشوف لي كومونتير. اختي والله ما فهمت الكومنتير تاعك اختي مينا، والله ما فهمته.
أنا نحكيو على بلادنا، نحكيو على اللي صار في بلادنا. بلادنا ما نش والله ما أنا ما أنا فريمو ما نش يعني واجدين باش نستقبلوا المهاجرين. شعبنا ما هوش محلب أخوتي، والله ما هو محلب، لا نسانا لا رجالنا، والله ما أنا واجدين باش نستقبلوا الأجانب. أجانب حنا يخلعونا بزاف قراب قراب، هذه جامي شتها في أي بلد في العالم. رحنا البلدان هكا، زرت أنا بلدان شحال، والله واحد ما على بالو بك، والله واحد ما على بالو بك، ما كانش اللي يجي يحل بك يقول لك منين جيت ولا انت كذا. تدخل القهوه يدير لك سيرفيس نورمال، تدخل الريستورون يدير لك سيرفيس نورمال، تسقسي واحد في الطريق يحبز لك ينعت لك الطريق سون بلوس. هذا ما كان حتى واحد يجي يتصور معاك ولا يقول لك منين جيت ومرحبا بك في بلادك الثاني وراك في بلادك، وما كانش قاعد العقليات. غير حنا عندنا لي زالجيريا، هذه العقليات ما تلقاهم لا عند العرب لا في اوروبا لا في اي مكان في العالم، الا حنا عندنا لي زالجيريا اللي يجي يستقبلوه بالبندير. بالبندير علاه شنو يعني؟ هادو اجناس خير منا؟ ما همش خير منا، ما راهم خير منا في حتى حاجه. خلعوكم برك، يعني خلعوكم في التلفزيون، تشوفوا بزاف التلفزيون تشوفوا باللي الدنيا كاع سي ديزاكتور. هذوك سي ديزاكتور باك، هذوك في التلفزيون هذوك يلعبوا رول. اما الشعوب كلها كيف كيف، بو ثقافات مختلفه عادات مختلفه، مي ما كانش يعني شعب طيب خير من الاخر. الانسان كله اناني، كله تاع مصلحه، مهما تكون بلاده تاع مصلحه واناني. دوك ما كان لا يخلع كاع الاجنبي هذا. جلو دي جلو ريبيت، كاين مناطق مستوطنات السوريين وكان مناطق مستوطنات الفلسطينيين، وكان مناطق مستوطنات الافارقه. دوك نصيب الافارقه في لاكابيلي، نقولوها بكل صراحه نكذبوا، افارقه لقاو لا شونس تاعهم كاع لقاوها في لاكابيلي. الفلسطينيين والسوريين الجي، وهران، قسنطينه، واد سوف، هذو معروفين مستعمرين بالسوريين والفلسطينيين. ناكابيلي الافارقه، يعني احنا ما نقولوش باللي جهه كيما نقول لك نهضروا على جهه ونغطيو على جهه، كلهم كيف كيف، كلهم هذوك المنبطحات اللي مكنوا الاجانب. ومهما كانت جنسيته الاجنبي، مهما كانت جنسي، مهما كانت جهه هذيك المراه، قولوا كلهم كيف كيف. هادو النساء كلهم كيف كيف، نساء ما عندهمش تربية، ما عندهمش هوية، منسلخات. أنتن منسلخات، انسلختوا على أصلكم، نكرتوا أصلكم. هادي منين تكوني من الشرق من الغرب من السونتر من الصحراء، رحتي الأجنبين تنسلختي، واللي تنسلخ تروح البلاد راجلها، تروح يعيشي مع أهل تماك، ما تجيبولناش خلاص. أنا فيش كومبلي، أنا فيش كومبلي، خلاص باد بلاص، ما عندناش بلاصة. وصاشي بيان باللي كرانا نمشي مع الناسيوناليتي الولاد وكل شيء. انا افونس القضيه ان شاء الله، وفيري باللي يكون عندكم مشكل كبير لا ناسيوناليتي تاع ولادكم. ومازال نافونسيو على الخدمه، نافونسيو ان شاء الله نوصلوا ان الافضليه في الخدمه ترجع للجزائري. هذه والله نفرضوها فرضا. يعني انت اللي مزوجه اجنبي غتولي راجلك شوماج وانتي تخدمي عليه وتهمبري هكا حبيتي، انتي تخدمي وتهمبري وهو يقعد شوماج ما كانش خدمه. على خاطرش كي تكون مناصب العمل قليله، الجزائري كيما كانش كاع الجزائريين باش الاجنبي. هذه نفرضوها فرضا. فوالا في السكن لا ميم شوز، السكن الجزائري ثم الجزائري. الاجنبي ما عندوش دروا في السكن، ما عندوش دروا في كليدي. هادو كاع نفرضوهم، رانا نمشي والقضيه راهي تمشي والحمد لله، والغاشي راهو يكثر، راهي طابونسي الحاله، ما تحبسوناش. اليمين القومي الجزائري راهو جاي، ما تحبسوش، والله ما تحبسوا بالانتقادات تاعكم، انتقدوا ولا سبوا ولا تهمونا ولا قولوا واش تقولوا، والله ما تحبسونا. On avance. Chaque jour on avance. كل يوم رانا نافونسي، وكل يوم نزيدو في العدد، كل يوم نزيدو. والشعب الجزائري كله راهو يتلائم معنا، انهم كرهوا كاع من هاد العفسه. سي بون لي جون مار،
خلاص تحلت الجيري بعض الايامات سو لي زيترونجي، شافوا لي ترونجي كذا كذا كذا، دوك خلاص درسوه تعبوا منه، شافوا بلي ما فيهش فايده سي بون، شافوا بلي كل اجنبي يدخل بلادنا يدخل على صلاحه برك. هذوك اللي يغني لك بحب الجزائريين ولا جيم لي زالجيريان ولا مهما تكون لغته، هذه كله نفاق، هذو كلهم يستعملوها لانهم يعرفونا شعب الفرفاره. حنا فرفارتنا الطير، عندنا فرفاره الطير حنا، غير يشكرنا واحد اشكرنا برك، تروح الله كابيله هضر لهم زوج كلمات قبايليه يعبدوك، تروح المناطق العربيه هضر لهم زوج كلمات عربيه يعبدوك، كيما هذاك اللي في وهران هذاك الطفل هذاك اللي لي بوستيو في وهران كل يوم 4 مليون 5 مليون دو فيو، قال لك افريقيا تكلم العربيه، خلعكم خلعكم افريقيا تكلم العربيه يا لطيف. اس بوان لا اس نيفو لا يعني لحقتو اللي يجي يخلعكم على خاطرش تكلم زوج كلمات قبايليه ولا زوج كلمات عربيه يخلعكم. هذه هي الجزائر، هذه هي الجزائر تاعنا والله سيما سيما لولو، ما على بالناش وين رانا رايحين خاوتنا بهاد العقليات. الله يلطف الله يلطف بينا. دونك كيما قلت لكم سي اون ريبونس لهذيك اللي طاكاتني بيرسونيلمون وجبدت ميم لادريس تاعي وكذا، وقالت لك حبت دير فيتنا كون كوان كابيل انسولتي كابيل. دونك شتو لدي سي توا كو جانسولت انتي بالذات، اني فيزيتك انتي بالذات، فوالا راكي فهمتي الرساله، انتي اللي فيزيتك مادام انتقدتيني ودرتيني شغل صافي دير قصتك اكزاكت وصافي معل عويدي. انتي منبطحه الاجانب باينه، كما جيتيش منسلخه والله ما تهاجميني. هم كاينين بنات معانا جامي هاجمونا، بنات وطنيات كما قلت لكم دون توت لي ريجيون دالجيري ما هاجموناش، خواتاتنا نحترموهم يحترمونا، لانهم على كلامي ما راهوش موجه ليهم، ما يحسوش انفسهم يعني مستهدفين مستهدفات. انا نو ما عندهاش هذا الفيس، اذا انت حسيتي روحك مستهدفه اذا عندك هذا البيست على الترونجي، عندك البيست على افريقا، تبعي بزاف سينما امريكا سون دي لوت شوز سون زاي ترو لو تي فوا. دونك اسيوم اسيوم، وحنا رانا هنا ننتقدوا لا للزواج المختلط لا للهجره ولا لتجنيس اولاد الزواج المختلط، هذه تبقى ثابته عندنا. والافضليه في العمل الجزائري، الافضليه العمل الجزائري، السكن الجزائري، لكل دي بونكير جزائري، اجنبي هذو كاع نحاولوا اذا حاب يبقى يخدم الفلاحه، بعثوه يخدم الفلاحه، هذا واش عندنا، تروح تحرف تخدم الفلاحه ريح. ابارسا ما عندناش لي بوست تاع القرايه، عندنا القاريين الله يبارك، هم جامعات في كل ولايه، كل عام يخرجوا بالالاف، اللي يخدم بالاعمال اليدويه عندنا دي جون صحاح الله يبارك يقدروا يخدموا. اي نو جون نو جون الجيريان، زيد لنا نعطيكم رساله لمي جون الجيريان مي بتي فرير، رانا اليوم في العولمة خوتي، لازم تفرضوا نفوسكم في بلادكم، لازم تفرضوا نفوسكم بالخدمة، لازم الجيريان دوكا يفرض نفسه في الخدمة، باسكو كنا عايشين في السوسياليزم زمان كان شغل اتكالية بزاف. الجزائري سيفري هذه ضربة بزاف الاتكالية، دوك يدخلوا لك الأجانب والله يدخلوا لك ناس يخدم لك 14 ساعة في النهار، أنا شفناهم شفناهم، كان جنسيات خوتي خدامين، ضربوا في المحنة ضربوا في الحيف. عاد قام روح مع الافريقيه، جدك جاي من غانا ابي، ايوا من غانا جابها ابي حتى للجزائر، تخدم مع هذا كيفاش تخدم معاه؟ لازم تكون لاوتو انت ثاني خويا الجيريا، خدم سبور كونك اكتيف، راكم بلان كونكيرونس اليوم، دير دي فورماسيون اقرا، ما كانش كاع وقت التضيع. فوالا رانا في العولمه الله غالب، لي ميغراسيون جينا جينا، دوك حنا واش نديرو؟ نحاولوا نليميتيوها، نحاولوا نحدوها، ولكن باش نقول نحبسوها كومبليتمون خاوتي ما نقدروش، ما كان حتى بلاد في العالم قدرت تحبس ليميغراسيون ما كانش، ولكن حنا واش نديرو مادام في بدايتها نحاولوا نحددوها، نزير 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 على الدوله باش تحدد هذيك ليميغراسيون، تزير عليهم شويه تي فوا. ما باش نقولوا نحبسوهم كومبليتمون مستحيل، لان تدخل لك شركه شركة مديرها شركة هذيك أجنبية، المدير تاعها تركي، لي زانجينيور تاعها ما على باليش مصريين ولا، هذه شركة دير عقد مع الدولة الجزائرية، دوك هذو الناس يستقروا، هذو ما نقدروش نحبسوهم. شركة كوبرا مثلا ولا العقود اللي ديرهم الدولة الجزائرية مع الشركات، هذه دولة تستقبل شركات تستقبل كلش، هو
وهذوك الناس يستقروا في بلادنا. شنو هو؟ نديروها كيما هاك، نفرضوا على الدوله تاعنا انها تستقبل فقط ليميغراسيون نيسيسير. هذوك شركه دخلت خدامين هذوك توا يكون لهم ريزيدونس، مي ليميغراسيون هذيك تاع زياده تاع روح بالك صدم من الصحراء اعطيها من مالي روح ابي ونجنسوك ونعطوك الاقامه، هذه غير مكان له. ولا روح من مصر عندك حبيبه في الجيري عرضاتك تستقر، ما تستقرش مكان له. هذه اللي نحاربوها. اما باش نحاربوا ليميغراسيون دفاسون جينيرال ما كاش كاع اللي يدخل، هذه مستحيل في عالمنا، الله غالب. دوك هكا خاوتي، انت لانجيريان خويا، مون بتي فرير راني نهضر معاك، كون قوي، كونك فور فور فور، لازم تكون كونكورون، لازم تكون السبع، لازم تكون شيكور سو التيران، لازم تسترجع بلاستيك، نوض 4 تاع الصباح وروح تخدم، اخدم خير من ليترونجي هذاك، بين له ليترونجي انك انت في بلادك، هو براني، انت في بلادك، انت كي تخدم قولو ما تديش دراهم الشاه، خدمت بلادك، خدمت مصلحة بلادك، لازم انت تكون خدام خير منه. تكون ديناميك خير منه، تقرا خير منه، لازم تكون فريمون بري خويا العزيز، كونك بري خويا العزيز، لاننا في عصر لا كونكورونس، كيسموها لا كونكورونس بالعربيه، المنافسه، رانا في عصر المنافسه، الله غالب، هذا هو عصرنا، عصر العولمه، دونك لازم تكون قادر للمنافسه، ونتكل عليك خويا العزيز، جو سي لالجيريا، تو فور، انتيليجون، تقدر لكلش. شو دي فوا تستهزا وشويه العقليه سوسياليست هذه كرميها هاد كوتي، ارجع كدورها كابيتاليست وصدم واحد ما يقدر لك، وسورتو كي راك في التيران تاعك. شكون تسيو توا فريرو تي ماسور ابتيت سور، ما تبيع لناش البلاد الله يحفظك، ما تلقاش خير من الجزائر، والله ما تلقى واحد حنين خير من الجزائر. عندك ما يديك الاجنبي غير اللي يذلك، يستعمل الكور تاعك ويرميك في الاخر، ومن بعد حنا نتألمو، غير نتألمو كي نشوفوك كيما هاك. ونيم با تي اختنا وانت اخونا خاوتنا، هاكا عليك الرسالة انتهت. تكون الصحة خاوتي، والله يحفظكم خاوتي العزيز، والله يحفظنا كاع ان شاء الله. عاوليك القطة تاعي طلع وحده، والله طلع وحده. هيا باي باي خويا خاوتنا، باش ما نطولش بزاف. تشاو وصحة صحوركم.